السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ما بعرف إذا باين علي أو لا، بس أنا تعبان، ميت تعب فعلياً. صار لي يومين مش منزل إشي على القناة، مش لأني كنت تعبان بس كنت شغال واليوم تعبان فما ما علينا. الصراحة أنا كنت تعبان وقلت خلص بنزل فيديو يعني لما بيعتوا لي الراتب في كود موبايل، بس لحد الآن ما بعتوه، واضح إنه هيتأخر يوم يومين، الله أعلم. يمكن ما يبعتوه أساساً، ما حدش عارف. يا جماعة كود موبايل عملوا فينا مقلب يعني جداً سيء. بي دي دبليو مجاني ليجند، اللاعبين انبسطوا كل شيء، وانا جيت اليوم عشان اعمل له مطالبه وطلع مؤقت. يعني هاي اخرتها بي دي دبليو ومؤقت كمان، مش عيب عليكم؟ المهم يا جماعه انا بحكي يعني بما انكم هيك عملتوا هاي الشغله فالمفروض تزودوا هاي السكنات، تخلوا سكنات كثير اسطوريه لفتره محدوده، فاهمين علي؟ يعني لو ما بدكم توزعوا سكنات اسطوريه دائما، نروح على المخزون ورح نلاقي صندوق الرصيد الملحمي، نفتحه كامل. هذا اعطوني اياه بس اوكي، ما في اشي. اوكي عندي كوبون لهاي وكوبونين لهاي، خلينا ناخذ هاي يعني لعل وعسى نحصل شخصيه حاولنا فيها امبارح ما طلع لنا اشي، زي ما مش هيطلع لنا اشي كمان مره. يا صوره ماشي الحال، باقي لي 3 محاولات وبربح اشي. 35 100 عمله تقريبا هتضيع. هاي سحبه، ايش هذا؟ يا الله حسبت شخصية، لا هيك زودتوها، كانت الصحة 35 صارت 70، لا شكرا. صحيح انه بقيت سحبتين بس هشوف يعني ما عليه هشوف بعدين. اوكي حاليا احنا جهزنا سلاح بي دبليو بعتاد متوسط، لا هو خفيف ولا هو بطيء، عتاد متوسط. خلينا نجربه مع بعض في جيم رانك. شوف يا جماعة انتوا بتعرفوني وبتعرف وقت ما اكون مبسوط وانا بلعب، يعني بكون واضح علي، واضح اني هيك مستانس وانا بلعب. الحين بدون ما احكي لكم باين علي كيف وضعي. لعبت جيمين، الجيمين اسوأ من بعض، اللي ضدي ناس غريبين ما بعرف ليش لحد الان هم بالماستر، المفروض يتصنفوا على العالم زمان. عشان هيك هذول اللي ضدي حاليا شكلهم هيك نص نص، فلو جبنا عليهم 30 كل المقطع هذا ينزل، حتى لو انا مفشوخ فيه 30 كل كثير بكفي جد. اقول لك 28. اوكي لطيف. حشرات. اسف ما في شيء شخصي بيننا. حاسس اني بوت بهاي الوضعيه. مش المفروض في واحد مرس من هون؟ يا الله ما خلاص الفري كل اعمى بصيرتي، الفري كل اعمى بصيرتي، خلاص بدي الكل، خلاص مش قادر اعيش بدون الكل المجاني اللي في الزاويه، مش قادر، خلاص ما في امل. حبيبي جوست والله يعني يسلموا رجلك على الكلات مجانية. ممكن تموت يا عار، يا عار ممكن تموت. خلاص اشوف وشك على خير. حبيبي جوست اوكي انقذناك. وين؟ جوست انت شو وضعك؟ صعب الصراحة. هو بعد عني يا حمار، اللي بيصير حاليا مش عادل بالمرة، المساكين بيتسلوخوا. تانجو حبيب الشعب. Another one. لا حرام 18 كل. هات يا جماعة 10 12 كل، بس 10 12 كل ومره بالتمام بتصير ان شاء الله. يلا ايمي ضايع يا جماعه. اوكي ما بعرف يلا شب وات قبل القديم. اوكي وضع تمام تحت السيطره. شو عملتوا فيهم؟ يا الله مهارة النحل، يا الله يا مهارة النحل. تعالوا انت اثنين يا اذن وانا بدور عليك، اوكي ردة فعل غير متوقعة مني. لقد بلعنا. احا الار بي جي اللي اخذتها بوجهي، احا يعني اصلا ما كنت انا المقصود اساسا. اعتقد انه هذا مقطع تسليكي يعني بدرجه امتياز، ان شاء الله يكون عجبكم.
خلينا نشوف كم كل حصلنا عليهم. 34 كل حلوين يعني نوت باد، غيروا مودي شوي على الاقل. هطلع على الصلاه ورا مش مكتئب بسبب اللي صار فيه بالجيمين الاخيرين، لانه صار لي 3 ايام مش داخل اللعبه. بشوفك مع خير ان شاء الله بالفيديو الجاي. سلام.